لو الحكايه فيها ان فيتو اللي حصل يا حاج طيب شلناه. طب شفت البوابة اللي ايوه خدوهم على المحتاج. انا ما ادريش انا ما ادريش ما سالوش فيه. الو استاذ حلو، يوم الواحد ما سالوش فيه، لقيت ما المباحث جات ودخلوه واتنقلوا من اليوم الواحد على القصر. الثلاثة العيال من المستشفى اليوم الواحد على القصر العيال. طب ما حدش قال حالتهم كانت عاملة ازاي؟ لا ما حدش قال. هو ابوهم متوفى والعيال حالتهم خطيرة. الثلاثة قالك ما لهمش علاج هنا ودوهم اليوم الواحد. انتوا جيتوا لقيتوا مرميين يعني ولا ايه؟ جيتوا لقيتوا جرينا على الانفجار اصلا. انت بعد بعيد عن الانفجار قد ايه؟ انا بثلاث عمايل. العيال كلها في القصر العيني، هو مات في اليوم الواحد. طب والحاجة دي فعلا لقوها في الزبالة وجابوها يلعبوا بيها ولا ما تعرفش؟ ولا هو بينظف ده، هو من امبارح شغال في الجنينة بينظف فيها. بيفخت بيخرط حاجة بسجارة عمل. ما حدش لسه عارف ايه دي اللي عارف ايه، بس هم بينظف هو بالفلوس. فاسد سرتكت اصلا. طب هو في هنا بيت سفاره؟ لا مفيش اي حاجه خالص. بعيد عن ايه؟ برده اسكريه يا ربع ساعه 300 متر. فيتو